السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عامل لك فكرة قيمة من اتنين منظم شحن نوع BWM. كلنا عارفين ان منظم الشحن ده بيخفض الفولت وبيخفض معاه الأمبير، فدي مشكلة بتواجه كل الناس، انه بيضطر يروح يجيب منظم تاني خاصية تانية افضل من ده بكتير، اللي هو الـ MPPT. ليه؟ لانه بيرفع الامبير لما بيخفض الفولت. احنا موجود عندنا المنظمات اللي هي BWM، وعايزين نعمل منهم فكرة قيمة. هنعمل الفكرة القيمة دي ازاي؟ ان احنا نقدر نستفيد من اتنين منظم شحن مع بعض، ونقدر نشحن بيهم في بطارية واحدة، ونقدر نستفيد من الامبير اللي هيخرج من هنا ومن هنا، بحيث يبقى الامبير عالي ويشحن معايا البطارية بسرعة. انا عندي المصدر بتاع الطاقة الشمسية اهو، طرف موجب وطرف سالب. هبدأ اشوف في كام فولت خارجين على اطراف الخلايا الشمسية. ادي اول طرف الموجب اهو، هنبدأ نقيس. وادي الطرف السالب، بسم الله الرحمن الرحيم، طالع عندي 33 فولت. 33 فولت جايين من الخلايا الشمسية. طيب انا هنا عملت ازاي ووصلت المنظمات دي مع بعض ازاي؟ هقول لك عملتهم ازاي سريعا بدون الاطالة. انا عندي هنا في دخول للخلايا الشمسية طرفين، في طرفين لدخول البطارية، وفي طرفين للخارج بتاع ال 12 فولت، ماليش علاقة بيهم نهائيا، انا بشتغل على الاطراف اللي موجودة قدامي. وكذلك الامر المنظم التاني، طرفين لتغذية البطارية. احنا قلنا قبل كده انك لازم توصل البطارية الاول، ما تروحش توصل الطاقة الشمسية ويتحرق منك الجهاز او يضرب الجهاز منك، لانك لازم توصل البطارية الاول علشان يبدأ المنظم في عملية التشغيل معاك الاول، وبعد كده توصل الطاقة الشمسية. انا هنا وصلت الاتنين مع بعض توازي. توازي يعني ايه؟ يعني خدت الموجب على الموجب والسالب على السالب، وخدتهم على البطارية، على الموجب على الموجب والسالب على السالب، زي ما انتم شايفين اهو. الطرف الموجب هنا هو الطرف الموجب هنا، السالب هنا هو السالب هنا، وبعد كده خدت الطرفين، طرف موجب وطرف سالب على البطارية. طيب يفترض ان انا عندي في دخل للطاقة الشمسية هنا اهو، نجرب مع بعض. ادي دخل الطاقة الشمسية، في طرف موجب وفي طرف سالب. هنا لازم نركز، ادي الموجب اهو وادي السالب. نركز هنا في علامة الهلال، مشيت علامة الهلال وجات علامة الخلايا الشمسية، وان الجهاز بدأ يشحن في البطارية. تمام، تلاحظ ان الفولت رفع هنا ورفع هنا اهو، لما بنشيل اهو كده الفولت بينزل تاني. طيب انا عايز بقى اخلي الجهازين يشحنوا. انا لو وصلت الاطراف دي على منظم واحد، يعني لو خدتهم على منظم واحد بس كده، ايه اللي هيحصل؟ منظم واحد بس اللي هيشحن. طيب انا عايز الاتنين مع بعض يشحنوا في البطارية علشان يديني وقت اسرع في عملية الشحن وامبير اعلى. يبقى سريعا هنوصل الاطراف هنا، ونبدأ ناخدهم برضو نظام توازي على الدخل بتاع الواحد طاقة الشمسية في الجهاز التاني، مع مراعاة ان الموجب على الموجب والسالب على السالب، وبعد كده هنا الموجب على الموجب والسالب على السالب في الجهاز ده. يعني ايه؟ يعني هنا الموجب يتصل هنا ويرجع يجي على ايه؟ على التاني، يبقى مشترك، نظام زي التوصيلة اللي عملناها للبطارية، ولكن دي على الدخل بتاع الخلايا الشمسية. يبقى انا سريعا هوصل ده كده بالظبط كده، واخدهم هنا اوصلهم هنا بالظبط، نوصلهم مع بعض سريعا ونرجع. ده طبعا بعد ما وصلنا زي ما قلنا، خدنا الموجب بتاع الخلايا على الموجب بتاع الخلايا في الجهاز التاني، والسالب على السالب، اصبح بالشكل ده كده اهو. توصلوا مع بعض نظام توازي علشان يقدر يديني امبير اعلى ويشحن في وقت اسرع. هنا في اختلاف، لان اختلاف دي شركة وده شركة تانية. طبعا هنا في اختلاف في الفولتية، هنا جايب 12.6 لكن هنا 13.6، لكن انا اشك 100% ان ده الاصدق. بالنسبة للقراءة برضو دي مش هتأثر معايا في حاجة، لكن انا لو قست بالاف وكده تاني علشان نشوف، هنلاقي دي برضو علشان ربما حد من اخواتنا يشوف القراءة او يعلق عليها. ده الاقرب بكتير للجهاز الاسمر ده، لكن انا المهم عندي ان عملية الشحن شغالة، وانا لو وصلت كده الافو
وسبته، هلاقي عملية الشحن ما زالت بتشحن. طبعا هنا جايب لي كان 40، بدأ يقلب 41 وهيبدأ يقلب على 42. 42 جت اهي، هنا عملية الشحن سريعة جدا، بدأ يشحن معايا في وقت اسرع من الاول بكتير. الوقت هنا هيبقى يعني لو انا كنت بشحن في 4 ساعات، انا بالطريقة دي هشحن في ساعتين علشان اقدر استفيد من الخلايا الشمسية قدر المستطاع في عملية الشحن وفي سرعة الشحن. فافضل طريقة كان ممكن نعمل بيها ان احنا نعمل دمج للجهازين او منظمين الشحن اللي موجودين علشان نقدر نشحن في وقت قليل افضل بكتير من انك كنت الاول بتشحن بجهاز واحد. طبعا انا عملت الفكرة دي ليه؟ لان انا عندي الجهازين موجودين عندي متوفرين عندي، لكن انت لو مش متوفر عندك وحابب تجيب جهاز ماركة تانية نوعية تانية امبير اعلى، ده براحتك خالص تقدر تعمل اللي انت عايزه. ولكن انا بتكلم لان ناس كتير عندها نفس الاجهزة موجودة عندها، وياريت نركز على فكرة انك لازم توصل اي منظم شحن توصله الاول على البطارية قبل ما تديله تغذية من الطاقة الشمسية. يا رب تكون المعلومة وصلت لكل حبايبنا ولكل اخواتنا المشاهدين والمتابعين. طبعا علامة الشحن هنا جاري الشحن اهي، وهنا برضو نفس النظام جاري الشحن، علامة الخلايا الشمسية ظاهرة، وهنا برضو علامة الخلايا الشمسية ظاهرة في المنظم التاني. كده اصبح عندي 2 منظم بيسحبوا من الخلايا الشمسية الاتنين وبيشحنوا في البطارية. ده بيسحب من نفس المصدر، وده برضو بيسحب من نفس المصدر، علشان قلنا قبل كده ان ده بطيء في عملية الشحن، لكن لو عندك 2 تقدر تستثمرهم وتقدر تخليهم يشحنوا معاك في وقت قليل بنفس الفكرة وبنفس الطريقة اللي بنعمل. انا ليا رجاء عند كل اخواتنا وحبايبنا اللي دايما بيدعمونا وبيشجعونا علشان نقدر نستمر. صدقني المحتوى ده بيكلفنا كتير قوي وبيشغلنا وبياخد وقتنا، وساعات بنعمل فيديوهات وبنخسر مكونات كتير جدا ومفيش مقابل ولا في اي تقدير من عند بعض الناس اللي بتابعونا. فقال لي واجب منك انك تكتب تعليق لينا يحفزنا ان احنا نستمر. لو فعلا شفت الفيديو للاخر اكتب استمر، اكتب اي كلمة تحفزنا ان احنا نكمل في المحتوى الهادف والراقي والمفيد لكل الناس. ايا كانت المعلومة مش مفيدة ليك، مفيدة لبعض الناس، فمن باب الدال على الخير كفاعله انك تقدر تنشر حاجة زي كده علشان غيرك يستفيد، صدقني اجرك على الله سبحانه وتعالى. واحنا دايما بنقول ان احنا لما بنقدم محتوى عايزين تفاعل عليه، عايزين تعليقات، عايزين لايكات، عايزين الناس تشير يا جماعة علشان نقدر نستمر. لان فعلا موضوع قلة التقدير او المشاهدة او الحاجات دي بتخلي منشئ المحتوى يجيله احباط ان هو فعلا بيقدم محتوى والناس بتدخل تاخد المعلومة وتهرب. وانا اسف على الاطالة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.